روح يعني طبعا عبر تطبيق زوم للأستاذ محمد إبراهيم نائب رئيس نادي الهلال السوداني. أستاذ محمد سلام عليكم وألف ألف مبروك على الفوز المهم جدا النهاردة لنادي الهلال، ألف مبروك. وعليكم السلام ورحمة الله كابتن ميدو. شكرا لك وشكرا على المداخلة، والله يبارك فيك يا أخي. والحمد لله ربنا وفقنا وكلل مجهودنا للنصر، ونسأل الله التوفيق إن شاء الله. هل كنت متوقع في الفوز بمباراة اليوم، خاصة مع غياب الجماهير والنادي الأهلي لسه راجع من كأس العالم للأندية وكون خبرات كبيرة خلال البطولة، وطبعا النادي الأهلي صاحب تاريخ كبير في بطولة أفريقيا، هل كنت متوقع الفوز اليوم؟ والله يعني الحمد لله، بناء على المعطيات وبناء على ما قمنا بيهم من أول الموسم لحد هسه كنا متوقعين الفوز. وطبعا بالنسبة لنا الجمهور، جمهور الهلال جمهور شغوف وجمهور متميز في أفريقيا، لما نقول الناس بتعرفه، فكان عدم الحضور صدمة كبيرة بالنسبة لنا، صدمة يعني ما تفتكر. إنه بغض النظر إحنا بالنسبة لنا الكورة، ما أنا أفوز أو أنت تفوز، الكورة دي يعني حضور الجماهير أجمل حاجة فيها. أنت أساسا في السودان يعني عملنا ده كله نزعة الجماهير، فإذا ما موجودة يبقى ما في شيء بنسويه، ده كله ما في له داعي. فالحمد لله ربنا في النهاية نصرنا إن شاء الله، الحمد لله. انا عايز اسالك سؤال، توقيت المباراه هل انتوا كنتوا قاصدين ان انتوا تلعبوا الساعه 3؟ يعني خاصه ان الاهلي ما بيلعبش مباريات كتير العصر او الظهر او بعد الظهر في وقت مبكر من الظهيره، هل كنتوا قاصدين ان انتوا تلعبوا في التوقيت ده؟ بالعكس، الهلال دائما يقدم اسوأ مباراته الساعه 3 والعصر. امال ده كان اختيار الاتحاد الافريقي يعني؟ استاذ محمد ابراهيم ان اصلا نائب في رئيس الدوري نادي كل الهلال. الدوري السوداني، ايوه الخط كان فصل ده. ده كان كل الدوري السوداني بنلعبه نحن بالمساء، اوكي تمام. حصل في انه الاتحاد الافريقي قال لا، الاضاءه بتاعتكم شويه كده تعبانه، العبوا بالعصر. نحن اساسا بالعكس، نحن اخر مره تتذكر لو انتصرنا على الاهلي 2007 3-0 كانت بالمساء. حتى نحن لعيبتنا بيتاثروا باللعب بالعصر، نحن مضرين اكثر حاجه، ما ينفع معنا لعب بالعصر. حتى هسه الدوري الممتاز الان لما نبدا هنلعب بالمساء، ما هنلعب بالعصر، صحيح. هل فعلا انه مرهق رصدتوا بالنسبه لنا. هل فعلا رصدتوا مكافآت خاصة للاعبين بعد الفوز لا في لا مباراة اليوم؟ لا نهائي، نعم، لا نفس المكافآت اللي في صن داونز، نفس المكافآت، نفس اللائحة بتاعتنا. بالنسبة لنا 3 نقاط، يعني ما حد دون 10 نقاط، صح؟ 3 بوينتس في النهاية. طيب حصلت مشادة يعني بعد المباراة ما بين الشناوي كابتن فريق النادي الأهلي وما بين أحد أفراد الجهاز الطبي للهلال، يعني أنتوا شفتوا المشادة يعني حاجة طبيعية بشكل طبيعي، وتعاملتوا والله حاجة إزاي مع طبيعية، الموقف؟ والله يا كابتن أنا نزلت بنفسي وحاولت احتوي الموقف واعتذرت للاخوه في، طبعا هم برضو الشباب في النادي الاهلي بادروا وقاموا جدعوا، يعني شالوا المويه الكريستالات جدعوا بها الجمهور. معلش اسف جمهور اقول مره بسيط كان تانية جاي. معلش اسف اقول مره تانية ما فهمتش. طيب الشباب في الاهلي ايه؟ الان شالوا القوارير المويه الفاضيه جدعوا بها، الجمهور كان بيهتف، وطبعا الجو كان مشحون ومتوتر بسبب شنو؟ عدم حضور الجمهور وكذا، يعني كان الجو متوتر جدا. فحصل مشادة، لكن ما يعني انا افتكرها في مباراه زي دي حاجه عاديه جدا. شوف شفناها، يعني شفناها كثير جدا، ما حاجه كبيره، يعني حاجه عاديه جدا. صحيح. ويعني بالطبيعي جدا الانسان ما بيرضى الهزيمه، فكان رد فعله طبيعي جدا من الشناوي، ورد فعل حاجه عاديه، يعني ما في الكوره، انا لعبت كوره يعني حاجه عاديه، يعني ما حاجه كبيره يعني. صحيح. يعني انا سعيد جدا بردود الافعال وان في هدوء وكان في احتواء للموقف بشكل كويس. احنا في النهايه والله انا نزلت بنفسي، وحتى لحد ما حصلت اخر واحد في البعثه دخلت غرفه اللاعبين، برافو ما كان عليك، في اي حاجه، يعني
يعني انفعال بتاع يعني انت اسيت انت ما لعبت كوره مش قاعد تزعل لما تتغلب، حاجه عاديه يعني ما فيها مشكله، برافو عليك، لكن ما كان في حاجه فوق العاده يعني. بشكرك استاذ محمد ابراهيم. بس اخر سؤال، انتوا شايفين فرصكم في التاهل ايه؟ هل عندكم فرص جيده في التاهل، خاصه ان في يعني فرقتين كبار معاكم برضو زي الهلال اكيد، سان داونز والاهلي، شايفين ان فوز في مباراه اليوم بيديكوا افضليه للتاهل على حساب الفريقين؟ والله اكيد طبعا، احنا لما مخشينا البطوله طبعا هي اضعف اضعف مجموعه، ما عايز كلام، هي اضعف مجموعه تكون يكون معاك الاهلي وصن داونز، فرق محترمه، فرق يعني مستوى ثابت، فرق في دول ذات اقتصاد قوي، فرق متمكنه ماديا، متمكنه من ناحيه البنيه التحتيه الدول حقتها، يعني يعني لما نقول احنا وقعنا في مجموعه قويه، يعني صن داونز فريق مستقر لو سنين، يعني لو انت خيرتني اقوى في اول مجموعه وين، هي مجموعه الهلال طبعا، ما هي غريب نقاش، لكن برضه نحن خاشين ان شاء الله متفائلين، بنغاتل لاخر ان شاء الله دقيقه في ان شاء الله في المباراه باذن الله. صحيح. استاذ محمد ابراهيم نائب رئيس نادي الهلال السوداني، بشكرك شكرا جزيلا، وبتمنى لكم التوفيق والف مبروك على الفوز في مباراه اليوم. عجبني يعني الهدوء، وعجبني ان يعني ردود الفعل بعد المباراه، الراجل بيتكلم بيقول يعني ان هو كان حريص ان هو يروح ويعتذر للجهاز الفني للنادي الاهلي وللشناوي بنفسه، بيقول يعني الشناوي كان متوتر وكان يعني مركز مع الجمهور وبيرد على الجمهور، وبيقول ان هو شايف ان ده ممكن يكون سبب طبيعي للخساره، ان اللي هو ما متقبلش الهزيمه بشكل جيد.